ازيكم يا شباب؟ النهارده جايين نتكلم عن الحلقه الرابعه من مسلسل لوكي، والحلقه كانت مفاجاه الصراحه وعليت قوي معايا في ليفل الحماس، وفهمنا حاجات كتير قوي ما كانتش مفهومه، وطلعنا بتفاصيل كتير جامده قوي وحبيتها قوي. وبصراحه دي اكتر حلقه من مسلسلات مارفل كلها اللي انا بعتبرها حلقه جامده جدا، وبديها تقييم 9/10. وكفايه كده شكلي طولت عليكم، بس يا حبيبنا ما تنساش تعمل لايك. اللايك حرفيا مش هياخد من وقتك ثانيه واحده بس هيساعد العبد لله الغلبان. وما تنساش برضو تعمل سبسكرايب لو انت اول مره في القناه هنا، وتفعل لي جرس التنبيهات قبل ما حتى تتفرج على الحلقه، وقبل ما تشوف حتى التحليل، لان انت عارف ان انت داخل على جمدان. اتمنى يعني يعجبك التحليل ويطلع جامد زي ما انا بقول، ولو ما طلعش جامد مش مهم، يعني انت ما خسرتش حاجه. المهم انا طولت عليك قوي، كفايه كده مقدمات ويلا بينا. واحد، بنشوف سيلفي وهي صغيرة بتلعب، وبيجي جنود التي في اي ياخدوها لانها عملت خط فرعي للزمن او نيكسس ايفنت، وبنلاقي جنبيها شوية العاب منهم ديب، نفس الديب اللي ظهر في صور راجناروك، وكمان بتجيب سيرة الفالري فايلك اسجارد البنات اللي هيلا قضت عليهم. بس وهي بتتكلم عن الفالري بتقول ان الفالري كانوا بيحاربوا تنين، يمكن في العالم بتاعها ده كانوا بيحاربوا تنين، ما كانوش بيحاربوا هيلا او الهة الموت في العالم الرئيسي او الكون الرئيسي لمارفل ولوكي. المهم سيلفي عملت ايه في اللحظه دي عشان تغير احداث الزمن؟ ايه اللي خلى جنود التي في ايه يجوا يقبضوا عليها؟ دي ما وضحتش حرفيا طول الاعلان ولا حد جاوب عليها. يا ترى غيرت ايه في الزمن؟ قول لي رايك عشان انا عن نفسي مش لاقي لها اجابه. نيجي بعدها لما لوكي كان بيكلم سيلفي في نهايه العالم، على فكره المشهد ده ظهر في الاعلان، والكل قال لوكي كان قاعد مع بلاك ويدو قبل ما تموت وبتاع، والعبد لله هو الوحيد اللي قال لكم دي مش بلاك ويدو لانها مش منطقيه. هو انا مش الوحيد يعني، في كذا حد قال كده زيي، بس برضه انا جامد. المهم في نهايه العالم بتحصل حرفيا المفاجاه، لوكي بيواسي سيلفي وبيقول لها انت قمر وعرفتي تهربي وبتاع وانت قويه جدا. سيلفي بتتاثر وبتمسك ايده، وبيحصل نيكسس ايفنت قوي جدا، وده بسبب ان لوكي اصلا نرجسي. النيكسس الايفنت او التغير اللي حدث في الزمن ده لان لوكي شخصيته اختلفت، النسخ بتاعته كلهم نرجسيين زيه، مش بيحبوا حد غير نفسهم، غير انه من اول حلقه لاخر حلقه شايف ان مفيش زيه، كل النسخ بتاعته اقل منه، هو احسن واحد فيهم. فلما يعترف ان سيلفي قمر ويحبها كده ويقول لها ان انت قويه، شخصيته ابتدت تتغير والفرع الزمني ابتدى يتغير معاه، لان مستحيل لوكي اصلا في الواقع يحب حد غير نفسه او اكتر من نفسه. وده يرجعنا لشرير القصه دي اللي انا كنت فاكره كانج المدمر، وبصراحه هو ممكن فعلا يكون كانج المدمر ويظل احتمال قوي جدا، بس برضه ممكن يكون نسخه تانيه من لوكي، نسخه شريره قويه جدا، هي اللي اخترعت حاجه اسمها التي في اي، هي اللي كونت التايم كيبرز، عايز يبقى سيد المكان والزمان، عايز يبقى اقوى من كل الابطال والاشرار. عشان كده لما قبض على لوكي سابه مع سيلفي عشان يشوف اخرهم ايه، ويعرف هل هو فعلا في مستواه ولا اقل منه. جت شرطه التي في ايه تقبض على لوكي وسيلفي زي ما انا قلت برضو الحلقه اللي فاتت لو انت اتفرجت عليها وشفت التحليل الجامد بتاعي، عشان انا جامد برضو، وانتوا قعدتوا تقولي لا لوكي هيهرب من الكوكب اللي بيتدمر بسبب حجر الزمن اللي سرقه، وطلع مفيش حجر زمن ولا بتاع. انا كنت عارف ان التي في ايه كانوا هيجوا يقبضوا عليه هو وسيلفي. المهم لوكي بيتحط جوه كده ذكرى وحشه بتتعاد كنوع من العقاب، ايدي سيف بتضربه لانه قص شعرها وبتقول له هتفضل وحيد للابد. الحلقه دي كلها حرفيا معموله عشان تشوف شخصيه لوكي اللي بتتطور من شخص نرجسي بيخون صحابه وبيخون الناس وبيخدعهم، لواحد يقدر يحب، يقدر يكون ليه صديق، بيتحول من الاخر لبطل حقيقي. بعديها بننتقل للمرحله الجايه، اول حاجه سي 20 قتلوها عشان عرفت انها متغيره وكان ليها حياه واصحاب قبل التي في اي، ومن هنا ابتدت الفوضى. ريفونا القاضيه اتاكد انها شريره وبتشتغل عند الشرير الحقيقي للقصه دي، اما نسخه من لوكي الشرير او كانج المدمر، خصوصا ان هي وكانج كانوا مرتبطين في الكوميكس. واللي ياكد لك اكتر انها شريره لما جت تقبض على سيلفي وهي صغيره وسيلفي قدرت تهرب منها بدل ما يعاقبوها، لا دي اترقت من جنديه القاضيه، ودي اللحظه اللي انا شايفها في الوقت ده بيظهر لها كانج المدمر وبيفهمها كل حاجه وبتخدع التي في اي كلهم وبتشتغل عنده. لما تم تدمير موبس شوفوا نظرة عيون لوكي اللي تحس انه اتغير بجد وزعل على صديقه، شوفوا عينيه وهو بيدمع لما موبس قاله انهم قتلوا سيلفي، الجانب ده من لوكي كيوت جدا وحبيته. المهم لما اتقتل او اتدمر موبس، في ناس كتير بتقول ان موبس راح لعالم او كون موازي او خط زمني مختلف، خصوصا راح في دولة او في البلد بتاعتنا اللي هي مصر، واقف دلوقتي قدام قبر الفراعنه، بيقولوا حصل تسريب في السكريبت للحلقه الخامسه من لوكي وده المكان اللي فيه موبس دلوقتي، بس انا بصراحه مش مصدق انه لا في مصر ولا غير مصر، ما اعرفش هو راح فين، بس ممكن والله ولا مش ممكن، قول لي رايك في الكومنتات.
لما موبس قال لريفونا انهم قبضوا على تايتنز وفامبايرز، وهنا جت سيره مصاصي الدماء، ودي اول مره تحصل في عالم مارفل السينمائي حرفيا، وده مجرد ريفرنس. مارفل بتحضرنا يا اخوانا لعالم مصاصي الدماء وللبطل بليد اللي مارفل اعلنت انه هيقوم بدوره الممثل ماهرشالا علي، ودي حاجه جامده جدا ان احنا اخيرا بنشوف عالم مارفل بيقدم لنا حاجه زي مصاصي الدماء، وممكن نشوف رعب جوه عالم مارفل السينمائي. لما سيلفي قطعت راس واحد من التايم كيبرز بنلاقي الاتنين الباقيين بيضحكوا نفس الضحكة بنفس الوقت، عشان تتأكد ان شرير واحد بس هو اللي بيتحكم فيهم كلهم وهو اللي بيضحك من خلالهم. بنكتشف انهم اندرويدز، آلات بلا عقل وبلا وعي، وده بصراحة كنا متوقعين وعارفين انهم اما اشرار او شرير بيتحكم فيهم. وتأتي اللحظة اللي بيموت فيها حبيبي وقلبي وروحي لوكي. اللحظة دي ما زعلتش، اتفاجئت واتأكدت من حاجة، ان مستحيل لوكي يكون مات بجد قبل ما المسلسل بتاعه يخلص بحلقتين، ده غير ان قصته اصلا لسه ما انتهتش، الراجل لسه بيتغير ولسه بنشوف الجانب الكويس اللي فيه، ده غير ان شفناه بيموت بطريقة بشعة في اند جيم. مستحيل مارفل تاخد نفس الاتجاه ده تاني، وده اللي حصل فعلا في المشهد اللي بعد التتر. المشهد ده عظمة ومليان تفاصيل كتير. لوكي بيصحى بيفتكر نفسه في الجحيم، بس هو حرفيا في نيويورك في نهاية العالم، وبيظهر قدامه أربع نسخ من لوكي، وراهم مبنى توني ستارك أو مبنى الأفينجرز متدمر. النسخة الأولى لوكي العجوز لبسة لبس بدائي تقليدي، وده نفس الزي اللي لوكي كان بيلبسه في الكوميكس زمان لما اخترعوه. جنبه الطفل لوكي، ودي نسخة من لوكي في الكوميكس، روحه اتحبست أو اتولدت بشكل جديد على هيئة الطفل. جنبه كمان نسختين ملهمش أصل في الكوميكس وأول مرة نشوفهم، واحد اسمه بوستوفل لوكي، وده ممكن نسخة من لوكي غدرت بأخوه ثور وبقى حاكم أسجارد، أو ممكن يكون أخوه ثور مات في معركة ما وهو اللي بقى حاكم أسجارد وبقى جدير إنه يشيل مطرقة شبه مطرقة الميونير اللي في إيده دي. والطفل تاني شايل تمساح، وممكن يكون نسخة من لوكي عملت تجربة غلط وتحولت لتمساح أو روحه اتحبست في تمساح، وبيقولوا له هنفهمك كل حاجة، وشكلهم عايشين في نهاية العالم في مدينة نيويورك عشان يهربوا من التي في إيه زي ما سيلفي بتعمل. وغالبا الحلقة دي لوكي هيقابل نسخة خمسة اللي هو الرئيس لوكي اللي شفناه في الإعلان، يا ترى الرئيس لوكي هيكون معاه ولا هيحاربوا بعض؟ بس كده انا شايف ان الشرير اما لوكي او نسخة من لوكي. انت لازم تقولي رأيك في الكومنتات وتقولي رأيك في الحلقة دي، وهل كنت فعلا مبسوط ان الحلقة دي نزلت ولا ما كانتش على قد المستوى اللي انت كنت متوقعه؟ العادة حابب اعرفك ان مسلسل لوكي بينزل حلقة كل اسبوع كل يوم اربع ان شاء الله، بتجيلنا هنا مترجمة يوم الاربع الساعة 12 الظهر. بس كده يا معلم، وياريت برضو لو في تفاصيل تانية او حاجات ما اتكلمتش فيها تقولي برضو في الكومنتات، حابب اسمع رأيك جدا جدا جدا، وتعرفني برضو ايه رأيك في الحلقة دي. وبرضو يا معلم ما تنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، تفعل لي جرس التنبيهات ده لو حابب المحتوى وحابب اكمل. وتقولي حاجة اخيرة، حابب اللي انا اطلع بوشي اراجع الحلقة كده في السريع لمدة دقيقة ولا دقيقتين واديها تقييم قبل ما نخش في التحليل، ولا نخش في التحليل على طول بالفويس اوفر اللي انا بعمله دلوقتي؟ قولي ياريت في الكومنتات، وبيس.